على فين؟ وديني السيدة عائشة. هاخد 30 جنيه. مش كتير شوية؟ كتير ايه يا باشا؟ ده انا هرجع فاضي. ما تعرفش ايه اللي خلى البلد فاضية النهاردة؟ حد عارف لها حاجة؟ ساعة تبقى زحمة وفوق بعضيها، وهي النهاردة ايه؟ كأننا في صحراء. واقفة حال يا برنس، كل يوم يطلعوا لنا بحاجة. مالك يا ابني؟ في ايه؟ المحطة اللي بعد الجاية آخر محطة، بعد كده الأوتوبيس جراج. أمال هنروح ازاي؟ صحيح الناس دي هتروح بيوتها ازاي؟ كل واحد يخليه في نفسه، مش كل واحد يطلع لي في كلمة. ده أوتوبيس نقل عام، مش أوتوبيس أبوك. سيادة الرئيس، تحب تروح فين؟ خليك ماشي على طول في الخط بتاعنا. على طول استقبال، على طول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. حرما إن شاء الله. جمعا بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صباح الخير. صباح النور. تسمح لي اقعد معاك شوية؟ من فضل حضرتك. أهلا وسهلا. تشرب إيه؟ معلش قول إن يعني الصناعية خافوا ينزلوا النهاردة من العمى، أنا اللي عامل الشاي ده لنفسي. طب وأنت إيه اللي نزلك؟ ما هو أصل أنا أعمى قديم، ومفروض إن أنا اللي خاف أكتر. ده إيه اللي هيخوفك بقى؟ عشان البلد كلها لو اتعمت لا مؤاخذة، اللي زي حالاتي مش هيلاقي ياكل فيها عيش. اسمك ايه؟ خدامك شحاته الاصيل. لا مؤاخذه يعني، هو انا اعرف حضرتك قبل كده؟ اصل الصوت مش غريب عليا. اتغديت يا عم شحاته؟ تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا من صباحه ربنا وانا على لحم بطني. طب يلا انا عازمك على الغدا. بجد؟ تحب تاكل ايه؟ الزفر طبعا. وانت عايز اكلمك؟ تولي ده بقى يا استاذ بيعمل طواجن ليها العجب. انا مضيع كل فلوسي عليه. ايه اللي جابك يا عم شحاته؟ مش بيقولوا فيك كسوف وخسوف النهارده؟ تعالى يا عم شحاته. تعالى بيك. صباح الخير يا متولي. صباح الخير يا عم شحاته. تعالى. نهار ابيض. اقعد. شوف يا عم شحاته هياكل ايه وانا اللي هدفع الحساب. تاكل ايه يا عم شحاته؟ هات لي طاجن فته بس تزود لي فيها التقليه مع شويه زباعه على حتتين طحال مع اصبعين عصبان. طب ما اجيب لك بقره تاخد منها اللي انت عايزه. الله يحفظك يا متولي. الوش مش غريب عليا. لا وايه الصوت كمان يا متولي؟ الصوت يخش القلب على طول، مش عشان هو عازمني على اكل. لا ده انت شبهه بالملي. شبه مين بالظبط؟ شبه الرئيس. الرئيس؟ يا سلام يا متولي. إلهي يا رب اجعل لك نصيب وتمد ايدك في ايد الرئيس وتسلم عليه. لو قابله واسلم عليه يا عم شحاته، ده انا كنت اقول له على بلاوي. كنت هتقول له على ايه يا متولي؟ كنت هقول له على اللي بيحصل في البلد من وراه. وايه اللي انت شايفه بيحصل في البلد؟ شوف يا سيدي، انا مره ولا بلاش ابوس ايدك، ما تخليناش نخبط في الحلل، احنا مش ناقصين. ما
بتحب الرئيس يا متولي؟ ايه اللي بحبه؟ ده انا من حب فيه انتخبته مرتين. ازاي يعني؟ مره بالبطاقه الانتخابيه بتاعتي ومره ببطاقه جوز عمتي الله يرحمه. انت اللي علقت الصوره دي؟ اه، ما انا لو ما علقتهاش بتوع الحي هيجوا يشيلوا العربيه. لما انت نزلت الشغل يعني ما خفتش بالعمى زي ما بقيت الناس خافت؟ هخاف من ايه يا استاذنا؟ المثل بيقول لك ضربوا الاعور على عينه. شوف لي الحساب كام؟ 42 جنيه. انا نسيت اجيب معايا فلوس النهارده. لا انا الحق العصر بقى. لا 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 عصر ايه؟ لا يا استاذ وحياة والدك ما ينفعش النهارده بالتحديد. كسوف وخسوف وكمان ما فيش فلوس. ما تقلقش. فلوسك هتوصلك لحد عندك. ان شاء الله. يلا بجملة ما معدلش تفرق. هو اليوم باين من اوله. الحق العصر يا عم شحاته. انت عايز فلوس؟ كنتوا فاهمين انكم فضيتوا البلد عشان تحافظوا عليا كنتوا غلطانين. والله يا فندم احنا كنا خلاص يا حازم خلاص مش وقت. هتكلم في الحكايه دي بعدين. في ولد طباخ اسمه متولي عنده عربيه اكل في القلعه. الولد ده يجي لي هنا في الرئاسه. حاضر يا فندم. يا حماتي صدقيني انت منظوره، انت واخوكي صلاح عظمه. وهنعمل ايه يا متولي؟ انت لو عايزه رايي تاخدي بعضك كده الصبح على طنطا تزور السيد البدوي وتصلي ركعتين هناك. او النبي يسلم فمك، انا مشتاقه قوي. اتكل على الله ابو انشراح. وهي هتروح لوحدها؟ مش انت اخوها يعني لازم تروح معاها؟ خلاص ناخد انشراح معانا ونسيب العيال مع امهم. لا مالكش دعوه بانشراح، العيال برضو لازم يروحوا يزوروا السيد البدوي ياكلوا حب العزيز وحلاوه شعر. ولا ايه يا عيال؟ ايوه عايزين نروح معاه ونقعد حب العزيز. اهو عايز حب العزيز اهو. وانا بقى هخلص شغل بدري واجي اقعد مع ابله انشراح عشان ما تقعدش لوحدها. شيل لها سيد يا بدوي. لكأن القدر ارسلك الينا في هذه اللحظه الفاصله من تاريخ هذه الامه، وكأن سفينه الوطن كانت في حاجه الى الربان الماهر الذي يصل بها الى بر الامان. أنت الذي قدت أمتنا إلى الرخاء، إلى الحرية، إلى الديمقراطية.